انت معك جوكر. جوكر ثلاث دقايق. ثلاث دقايق. انا قلت 27 الي قال 21 انا بربح. ليش؟ لانه معك جوكر ومقص. انا هلا وانت رح تسبقني. عندي 100 جمله ووسام اساس سبقني. وين بلاقي بيت دكان التراثي؟ لنشوف يا شباب مين رح يسبق. ويلي 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 الله يعين اللي عنده عيله. قد ايه صار لي انا هون؟ ساعة. لا شكرا. لا 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 مش رح قدها. لا العدس العسل لإلك. عمرو دياب يحو هون. غني حبيبي يا نور العين بتوصل وبتلاقي كبارنا بيتحدوا. يعطيك الف عافيه. يعطيك الصحه. انا من اول حلقه عم بسكت لك. انا معي بحصه زياده. شو يا لي؟ شو يا حبيبي؟ شو ناوي اليوم؟ انت هذيك المره. هذيك المره شو صار؟ انت هذيك المره ربحتنا. حبيبي يا إلي هذي بتصير بالحياة. انت معك جوكر. جوكر ثلاث دقايق. ثلاث دقايق. نعم ثلاث. يا حبيبي يا وسام. يا حبيبي يا خي. مش دقيقة أو اثنين ثلاثة. يا حبيب قلبي يا وسام ما في منك يا آدم. استعملهم بالطريقة اللي بدي إياها. شو بحبك يا وسام. أنت. شو بحبك لما بتحكي. أيوة. ترسم عشفافك ضحكي. شو بحبك لما بتبكي بتشكي وعم بتق. لا مش تبكي. لا ما بديك تبكي يا حبيب القلب عراسي. أنت عراسي. أنت بحبك أنا كتير. بعرفها هاي. بس بالشغل ما في خيي. شغل شغل. هل بنت القوي. أنا ما خاص هلا ما خاص هلا بنت القوي. شو خاص؟ هل بنت القوي؟ لا شيء تاني شيء تاني. مش عم يمشي الحال معه. معقول؟ اليوم حلقتنا بالصوت. طب قبل ما نوصل على الصوت انسحب دقنا يا حبيبي. ما عم جاوبنا أنا. خلص المنافسة منافسة. نوصل على الصوت ومنشوف شو ناطرنا. ماشي. والتحدي اليوم ولا أقوى. صباح الخير شباب. أهلا صباح النور. صباح حكم. النور يا أحلى حكم بالعالم. اسلم لي الحكم وصوت الحكم. اسلم لي هالعيون. شو شباب مبين مروقين اليوم على الآخر. كانت رايقة معنا هلا بطلت رايقة معنا. طيب رح توصلوا على مدرسة السلطة الثانوية. نعم. أول ما حتوصلوا رح يكون في عندكم حزورة. حزورة؟ حزورة شو؟ بدكم تعرفوا كم من وزير تخرج من مدرسة السلطة الثانوية. خلص هلأ منفكر على الطريق ومنشوف. خير. طيب إن شاء الله خير. خلص هلأ. شايل المدرسة. ها؟ بعتقد بلا. يلا. بلا بلا هيدي هي. يلا. في عزبك توقفنا على اليمين. توقفنا على السريع. بلا 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 هاي 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 بلا. يلا مين بيسبق؟ شو انا شو انا هلا كيف بدي اعرف انا هلا كيف بدي اعرف انا انت فكر لي انا بدي افكر لك لك انت لك خايف افكر بحالي دخلك لحظه شوي شو مش هذا الحكم هونيك يحوي حو جاي عمر حالك مش شايف طلع 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 هيك طلع هيك ما تطلع هو عم بقرب يا وسام روح هيك روح هيك عمر حالك مش شايف زركنا زركنا خلص خلص لحظه 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 شباب اهلا حكم كيفك حكم اهلا حكم اللي اللي شو طمنونا ايه شو شو كيف بدي اطمنك اعطوني كل واحد ايش جوابه قول لا انت قول لا انت انت قول قبله انت قول بالاول انت قول قبله خيو انت قول بالاول خلص بنقولها مع بعضنا طيب 1 2 3 21 عيدوها كل واحد لحال ايش عم نلعب احنا هون عيد 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 طب انت عيد عيد خي عيدها بالاول طب انا رح عيدها 1 2 3 21 خلص خليني انا اقولها شو بهيك طيب انت قولها 21 27 21 27 21 هلا ببين خلص عم بقول لك 21 احترم حالك قرب مش معقول شو بتشارع يا زلمه اهلا وسهلا حياك الله اهلا وسهلا شرفتونا من الصف الثانوي اهلا وسهلا تفضلوا معك الي وسام حياكم الله وسام وسام الي اهلا الي وسام يا هلا لحظه شباب نعم بدي أخبركم مين ربح بالحزورة صحيح مين هني عدد الوزراء اللي تخرجوا من هيدي المدرسة طلعوا عشمالكم في لوحة رح تحكي لكم أكم من وزير تخرج من هالمدرسة 73 يعني وسام بيربح أنا قلت 27 إلي قال 21 أنا بربح ها
حط شفت انه ما حدا معك مع انه الرقم بعيد يعني ايه بس هو قال اقل ايه هو 27 انا قلت انا حرم اكبر مني احترمه وربحه كان كرمال هيك يعني بارك. انا كنت بدي اقول قد الرقم 73 كنت بدي اقول 73 بس قلت انا حرام استاذنا الكريم شو بدك خبرنا هذا الموضوع يعني هيدي شغله مش عاديه ابدا طبعا هل قد عدد وزراء يكونوا مخرجين من ذات المدرسة طبعا مدرسة السلطة الثانوية يعني هي إرث حضاري بالمملكة الأردنية الهاشمية مثل ما أنتم شايفين تقريبا عندنا 73 وزير تخرج من هذه المدرسة نعم. وتعاقب عليها تقريبا 38 مدير مدرسة أول مدير مدرسة صبحي عبد الهادي قبل تأسيس الإمارة وتعاقب عليها بشير الصباغ وأخيرا إبراهيم يوسف العبد الله حاليا من عائلتي يعني بقرب لك بشير الصباغ آه ما شاء الله, الله. شايف يا إلي نحن كلنا ناس منخرج ناس مهمة ما في عندكم من بيت جلادة أو شمالة والله ما مر علي حاليا إن شاء الله إن شاء الله بالقريب العاجل يعني. يمكن الدنيا مقامات تفضل بعد ما فرجناكم الوزراء اللي تخرجوا من المدرسة نحب نطلعكم على أيضا رؤساء الوزراء اللي تخرجوا من المدرسة وعددهم رؤساء الوزراء رؤساء الوزراء لحظة لحظة شباب خليكم هلا في حدا ربح وحدا خسر اصلا في جوكر 3 دقائق شو بدنا نعطيه بعد ما هو الجوكر وبنخلص نمسحها بالجوكر معليش حكم عم بتزيد علينا بنمسحها بدقنه للجوكر وسام الف مبروك الي حبيبي رح تاخذ هلا دفتر ورح نعطيك 10 قلام الوان وبدك تكتب 100 مره كلمه شو بتقول الجمله هذا الحكم بيتطلب كثير بيتطلب ايه ايوه بدك تكتب لازم اكون اسرع كل جمله بلون لازم يكون أسرع 100 مرة كل مرة بلون وين الدفتر؟ شباب أعطونا الدفتر لإلي شكراً مش معقول الأساسات بيوصلوا دغري في طاولة وكرسي مريحين عارفين في شيء هيك كنباية كاوتش نقعد عليها نمت حالنا كم ساعة بس بدك كم ساعة يمكن شيء 3 ساعات بس 3 ساعات بخلص موجود وين فينا نقعد يلا روح بس عجل يلا لا ما معلش روح ما بقى تدفش اذا لا بدي دفش لانه معك جوكر ومقص انا هلا وانت رح تسبقني قلت لك الدنيا مقامات وهي للعائله الكريم ممثله بين هالاسماء القيمه فلقني من اول ما تعرفت عليه بقول الدنيا مقامات الدنيا مقامات خلص خي روح يا وين بدنا نقعد استاذ وين ما بدك المدرسه احسن دق الجرس بفوت بلش يلا بلش الوقت الي عم بتضيع وقت عم فتح الاقلام مش عم ضيع وقت بلش اكتب شو قلت لي الجمله لازم أكون أسرع لازم أكون أسرع لازم أكون أسرع حسن خطك هلا ما حسن خط عندي 100 جملة ووسام أساس سبقني بلا ما حسن الخط مهم أكتبهم شكلك حابب تأكل دقيقتين تأخير أنت أكيد دفع لك وسام يعني هلا أتأكدنا من الموضوع لازم أكون أسرع بعدني بتالت جملة بعدني ناطر خيي إلي 100 مرة بعد ما خلصوا كل واحدة بلون شو بعرفني لك وين قاعد لك لك وين قاعد لك اقعد ايه اصلا انت شو عندك أصلاً أنت شو عندك؟ ما أنت ما عندك شيء. أنت عندك شيء أنت؟ أنت عندك شيء بعد 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 ما هو جوكر بعد 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 ما هو جوكر. شو هالحلقة هاي؟ قال آخر شيء أنا أربح كمان. شو؟ عم بتشمس خي. عم بتشمس اللي بتشمس بس على قليل بس فك شوي زر واحد من فوق. يا خيي فرجينا أول شيء. شو بدي فرجيك؟ بدي أتأكد شو كاتب. هات لشوف شو ما عندك ثقة فرجينا ما عندك ثقة وها 100 مرة لازم يكون أسرع كل وحدة بلون 100 هات لنشوف شو أولا شو هالخط البلطاني هيدا عم بكتب 5-5 مثل تخربش الدجاج شو 5-5 5-5 شو أول خمس جمل وحدة وحدة أوكي بعدين صرت 5-5 هون 6-6 لو بلا لك هون 8-8 شو هل ما بيطلعوا 40 بلا بيطلعوا 100 على قد خلص رح مرق لك اياها ماشي الحال نعتبر انه انت شيك تليفونك انا دق تليفوني تأسس عام 1983 وتنقل بين عدة مبان الى ان استقر في بيت توكان التراثي توكان التراثي الذي بنته العائلة بين 1900 و 1915 ثم قامت بلدية السلط بترميمه ايوه
بدنا نروح عليه. بدنا نروح عليه. معك سيارة؟ أنت كيف معك أصلاً سيارة؟ معي هول لا 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 لا. الجملة عمل فيهم. معي هيدا. تعرف أنا شو اللي عجبني بالمنطقة؟ شو؟ طلع بهيدا المنظر. لا 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 هيدا هيدا المبنى اللي شفته هنيك. حاسس بدك تعمل. لا لا طلع طلع هنيك. إيه معك حق حلو كتير. تعرف يا إلي أنا بيعجبني فيك. بيعجبني فيك هيك عندك عين بتحب الجمال. انت معك جوكر. جوكر ثلاث دقايق. ثلاث دقايق. انا قلت 27 الي قال 21 انا بربح. ايش لانه معك جوكر ومقص انا هلا وانت رح تسبقني. عندي 100 جمله ووسام اساس سبقني. عم بتشمس خي. تأسس عام 1983 وتنقل بين عدة مبان الى ان استقر في بيت توكان التراثي. توكان التراثي الذي بنته العائلة بين 1900 و1915 ثم قامت بلدية الصلب بترميمه. سبقت لويسام في عزبك ظاهر ممكن تاخذهم مني. شكرا حبيب قلبي. شو هو هذا؟ وين بلاقي بيت توكان التراثي؟ بيت توكان؟ ايه التراثي عجري. معقول 1893؟ بس الحكم عم يضيعنا. كلهم ما حدا بيحبني انا بهالحلقة. ايه كلهم ما بيحبوني. معك محارم؟ معك محرمة؟ محرمة دور الفايدة خالص. ما معك لعم بتبكي. اخي علي انا ما حدا بيحبني بهالحلقة. كل العالم ضدي. هلا طعمونا قصاص. وهلا بعد في عندي جوكر و... وين بيت توكان التراثي بلاقيه؟ ما بعرف. عم تحضرنا؟ عم تحضرنا بالبرنامج؟ اروق انت تيجي؟ ايه بيت توكان التراثي. ما بتعرف. اوه شكله صعب يا شباب. بعدها بعدها اشارة حمراء. يلا بننزل. شو هو؟ متحف الصوت التراثي. دغري شبقتنا اياها. بيت توكان التراثي لازم اعرف وين. الساحة الساحة تحت. ساحة العين. ساحة شو؟ ساحة العين. ساحة العين؟ نعم. بعيدة أو قريبة؟ قريبة. الله يلعن بي الغربة جوت بحالي. الله مرة ومرمرت لي قلبي وسرقت مني الغالي. ما عندك درس هلا؟ لا لا خلصنا. خلصت؟ اه قاعد هيك يعني؟ اه سرود عبرود؟ اه ويلي 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 الله يعين اللي عنده عيلة. روح دروس خيي. يلا احنا رايحين. عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالقيلة. بيت توكان التراثي ساحة العين. دل 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 ويا تعتير ويا دل. فيك تاخذنا على ساحة العين معك؟ انا مفترض اوصل عليه وما معي لا شيء ولا بعرف شيء. من عيون ابشر. جاي من لبنان. ابشر. تاخذني؟ باخذ. روح الله يديمك. الله يوفقك. شو صاير بهالناس؟ عايشة بالقلة. ايوه روح روح روح. بعيد؟ لا قريب يعني. قالوا لك ساحة العين صح؟ هلا وان شاء الله ما يكونوا غلطانين. ويلي 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 الله يعين اللي عنده عيله. قاعد على الشمعة محبوب وعم يتحمم بالقيله. ويلي مرسي يا حبيبي. شكرا شكرا. معقول نسأل حدا نتأكد أو لك؟ كيف الشباب؟ يعطيكم العافية. برافو انكم واقفين على الاشاره الحمراء. انا كثير حبيت. ان شاء الله كل العافيه. الله يعزك حبيبي. حبيبي صباح الخير. صباحك ورد وفل ولوز. يا عمري صباح النور. يلا اصحى غنت فيروز. كيف بدي اوصل على التراثي بيت توكان التراثي؟ لدغري شوي. ظلك ماشي دغري ولا يمين ولا شمال. متحف سوري. هذا متحف صلت. أكيد وسام ما وصل. أكيد وسام ما وصل. ضبط الفيلم على الكامل. ضبط الأكشن. بدي أجاري أنا عمي. بدي أجاري. أجار شو؟ ما قلت لك شيء. الشغلات. هيدي الهدى. وهدى. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. تفضل تفضل.
شو بتحب تاخذ؟ لا عم نمزح. شفت حدا قبل وصل كذا؟ ما حدا وصل. سامع حكم؟ شو؟ ما ضيفك. كيف بدك ضيفك؟ لا يا حبيبي. والله ما بشوف. مني لإلك. حبيبي. أنت ضيفي. حبيبي. ضيفي خلص خليني. خلص هذا مني لإلك. أهلا وسهلا. شو اسمك كريم؟ أبو محمد. فينا نقعد حدك؟ لا. مش حدك؟ تفضل. بنقعد يعني. أهلا وسهلا. شو الاسم؟ محمد خرابشة من متحف آثار السلط. اهلا وسهلا بكم. تشرفنا. لنشوف يا شباب مين رح يسبق. مين رح يسبق مع العسل؟ انا او الي بلا عسل. تاريخ المبنى هو مبنى تراثي يتجاوز بالعمر 100 عام. تعرفوا شو؟ رح اشلح شوب لأن خليني ارتاح شوي. خليني ارتاح يا شباب. بالنسبة للمتحف عندنا خزائن عرض تعرض لقى أثرية من أماكن مختلفة من محافظة البلقاء. بيت تقان تراثي وين؟ دغري أشمر. هلا نشوف مين بيسبق. ساعة تقريبا استأجر. يا اهلا وسهلا. بكون قطشتك ما بدي اخزي. بعرفك على انت قطشتنا. ايه بعرفك على وسام المتأخر. دايما. يا اهلا وسهلا. انا العسل ما نفع معي. قد ايه صار لي انا هون؟ ساعة. لا 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 لحظة. لا بلا بلا لا بلا صار لي. لا ما تقول حكم. حكم عم تسمعني؟ لا لا ولا ممكن. لحظة يا خي. حكم ولا ممكن. بشرفك قل له قد صار لي انا هون. خيي انت سبقتني. اسمع اسمع حكم قل له قد صار لي انا هون. خيي روح اسمعني انت سبقتني. انا كسبت الناس الطيبه بهالسوق القديم الحلو. وانا الناس كسبت الطيبه الاستاذ يلي خبرني ايش يا راحت عليك. بعد في شيء لازم نعرفه؟ نعم في شيء بعد. يعني تم تحديث المتحف بال 2006 تقريبا. برضو بدعم من ابناء السلط وقام بتحديث السفارة الهولندية. يعني أنا رح أحضر حلقة لأعرف شو هالمكان قديش كله تاريخ وكله عراقة مثل ما بقولوا. وصلنا أنا ويسام هلأ وين بدنا نرجع نروح من بعد هون؟ نعم. غني حبيبي يا نور العين بتوصل وبتلاقي كبارنا بيتحدوا. حلو. عندك فكرة شو عندك شو أنا عم بسأله شو بيدخلك؟ غني حبيبي. بدي اقول لك انه انا تشرفنا. الله يشلمك. خي يشلمك. طب رجعت حتى نسلم على الاستاذ ونقول له باي. لحظه شباب. وسام انت تاخرت. بس مش تاخرت ساعه مثل ما قال الي. بعد ما يطلع الي من هون بدك تعد العدسات هدول. معلش عدن. تشرفنا استاذ. يا اهلا. تشرفنا حبيب قلبي انبسطت فيه كثير. اهتموا بوسام. ايه جيبوا له مي جيبوا له كذا لانه عنده كثير هلا. بدك طنطه شيء كبير. يلا تصبح على خير. باي. عد العدسات. بدي عد العدسات بهالوقت. روح روح. بس مش رح ادعي. لا العدس العسل لعلك. مش رح ادعي عليه للحكم. حرام صاحبنا لان عايزينه دايما واذا بنغلط معه بقصصنا اكثر. طيب لنبلش نعد العدسات. تاكسي. وين بلاقي بيت تقان التراثي؟ بيت لنشوف يا شباب مين رح يسبق. ويلي 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 الله يعين اللي عنده عيله. اكيد وسام ما وصل. بعرفك على وسام المتاخر. وسام صباخ. اهلا وسهلا. روح. مش رح ادعي. لا العدس العسل لعلك. وسام. نعم. عد منيح. واحد أربعة خمسة. خلص الموسم مش خلصوا الحلقات. وسام. نعم. بدك ترجع تعيد من أول. هلا وسام عم بعد العدس. إن شاء الله الحكم يخليه من بعد ما يعدون يفلفلون. مش رح كون زعلان. 704-6712-6715 هيكون خلصت ولح ألحقه لألي. لا وسام بدك تستنى كمان دقيقتين.
عندكم شيء بالمنطقة خاصة بحبيبي يا نور العين؟ حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. عندكم شيء بالخيال هون؟ عاشق بقالي سنين، عندكم شيء خصو بالعشق؟ اكيد بس وين؟ ما بعرف، بدي اجرب لاقي شيء. عمرو دياب هون؟ في شيء محل هون تحدي بيتحدوا بعضهم؟ تحدي يعني اغاني؟ بركه. في عندكم شيء قريب من هونك بيتحدوا بعض بالاغاني؟ عم جرب حلل انا. في واحد بتعرف في محل خلويات اللي قدام شوي بس ادريس هو موجود اللي بعده. غني حبيبي يا نور العين بتوصل وبتلاقي كبارنا بيتحدوا. الظاهر في الموضوع له علاقه بشي لعبه. حبيب قلبي نبيل شو يعني هاي وين بده اوصل؟ في شي لعبه ما لعبه؟ بالبهارات؟ كيف الدرجات؟ ايه اطلعوا لاخر بطلع لفوق شمال اطلعوا كامل الدرجة لاخر هشوف منظر خرافي. ايه هشوف منظر من المطعم لحالك مطعم؟ كبارنا عم تحدوا بالساحة. شو هيدا؟ بدك تطلع على الساحة هاي في شجرة بالساحة. ايه في هناك الكبارنا الختاير تبعونا بيلعبوا هناك المنقلة وبيلعبوا العاب. منقلة؟ شو المنقلة؟ هاي لعبة صلطية. ايه بتنقل حجار فيها. من الصلط يعني من المنطقة. هي لعبة من هون. فوق بطلع من هون؟ وين بيلعبوا لعبة هيك الكبار؟ شي هون ملوك فوق بساحة العين فوق آخر الشارع. لا هن ولا فوق قالوا لي مش بعيد 100 متر بس 150 متر 100 متر نزول. لا هيك هيك مش هطلوع يا أخوي. يا عم صار لي يومين عايش بالأردن اسكندراني يعني أنا خلص حل أحفظ. يا شو هيدا الشيء الطيب؟ هيا هو حلو الصلط بالضبط. هيدا شو هو عبارة عن شو؟ شعبيات اللبناني الثاني. قطع من هون؟ قطع من هون طلع على باب اسكندراني قطع من هون؟ من أي ساعة طلع؟ غششتك منه. ايه غششني هسه هو عند الاسكندراني. ايه؟ هو عند الاسكندراني وصل؟ مرحبا يا اوادم يسعد مساكم. انا عم صور برنامج وطلب مني اوصل على مطرح بيلعبوا المنقلة. اهلا وسهلا. هون بيصير اللعب؟ نعم هون بصير اللعب. يالله يا حوي يا حوي يا حوي شو استاذ؟ شو حبيبي؟ شو خيي؟ كيف وصلت قبله؟ شو حبيبي شو؟ عالم خيي الناس بتحبني صاروا يدلوني. شو خص هلا انت كل ما حدا قالك تقول لي ما قامت والناس بتحبني شو خص اللي طلعني اللي يساعدني اللي قال لي تفضل على راسي. انا شو صار معي كمان بالشارع؟ خي شو بدي فيك انا المهم انا وصلت قبلك لهون محل ما بيلعبوا المنقل. ما تكون انانه. لحظه ما تكون انانه. لحظه ما تكون انانه يا الي انا من اول حلقه عم بسكت لك. صحيح انا اللي عم بسكت لك. ليك وقفك انت اطول مبين هلا مش الحال. ايه ما ارتحت هون حسيت حالي هون مرتاح نفسيا اكثر. معلش انا لانه مش معقول في شيء غلط عم بيصير نفسيا هون. عمول معروف ما تخليها تكبر خليها تضل صغيره. ليك يا الي عمول ما تقلي ليك. ليك ما تقلي ليك. مين بيسبق انا دايما بدي اسبق. مرحبا اهلا اهلا يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه صحه كيفك تفضل تفضل الي وسام. انا دكتور ابراهيم المصري اهلا وسهلا بكم. دكتور ابراهيم سالنا كثير لو وصلنا لعندك. اهلا وسهلا. هلا المهم نحن جايين نعرف موضوع لعبه المنقله. طبعا اخواني لعبه المنقله هي من الالعاب الشعبيه السلطيه القديمه المتوارثه عبر الاجيال. طيب ولا انا بقعد محلك لحتى اربح. ليش تقول لك ليش؟ لانه يعني كل حدا بيقعد محلك ممنوع يخسر. ممنوع يخسر مش بيربح. هو اسمع انت البدايه لازم لازم لا لا شوف خلينا نكون واقعيين بالبدايه. بدك تكون حق حقاق. هلا ميت مات بين اثنين. ميت مات بين اثنين له 14 عين واولاده 100 يخسروا اثنين. شو ميت مات بين اثنين له 14 عين اولاده 100 بخسوا اثنين شو هي اللعبه؟ شيها؟ اللعبه طبعا هي وحزره ولازم تبلش. يلا شباب بدي احكي لكم شغله. رح تتحدوا بعض باللعبه هاي واللي بيربح رح يكون في عنده جوكر الحلقه الجاي. يلا رح اربح انا لكن بيان. انا رح بلش. بلش اسمع اسمع ما في تزامن. عمل استراتيجي حرك هاي هون. اوكي حركته انت حرك هون. اربعه خمسه
ستة سبعة. أنا معي بحصة زيادة. أنت ربحان. إيه على بحصة. يا وريني. واحد على بحصة. على بحصة. على بحصة. ربحتك على بحصة. غنية شيء على بحصة. برافو برافو. على البحصة. على بحصة. أنت كنت متفائل. لأنه أنت عم بتساعده وأنت كنت اثنين بس واحد. حكم عم تسمع حكم. ألو. إنسان متشائم. أنا ساعدته وأنت غلط. قال أربح. ما شفته قد ساعدك؟ بيساعد الناس اللي عندهم. يعني عم تعترف إنه ساعدك على فكرة. ساعدني لأن انبهر بذكائي. حكم بس تسمع عم يعترف إنه هو كان عم يساعده. أستاذ إبراهيم بدي أقول لك شكرا كثير، الله يخليك بصحتك. بدي أتشكرك. عم تحافظ على التراث، برافو عليك. بدي أتشكرك وبدي أتشكر هالبحصة. هي 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 هي. شو إنك أنانة؟ افتح 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 تليفونك. بقي هالمكان إلى وقت ليس ببعيد يمثل عبقرية المكان الذي كان يتصدر مجالس الكبار والساسة وملتقى الرواد الأوائل من أبناء المدينة. ألو. السلام عليكم وعليكم السلام. إس 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 السلام عليكم. وين هو هالمكان؟ هون. وين؟ في السرايا هون. هذا هو المحل؟ اللي أنا عم بحكي عنه؟ مأكد؟ ساسة ومتحف الرواد أبو جابر، اللي هي متحف أبو جابر يمكن؟ والله ما بعرف. بل كان يقعدوا زي دار المختار، زي المختار أبو جابر، ما كانش قاعد عند أبو جابر. أبو جابر؟ قرب قرب صفهم صفهم على اليمين، على اليمين على اليمين. وراقك عمو المارك عم ممزح. لا لا قلعة الصلب. قلعة الصلب؟ قلعة الصلب. فكرين مغربي مغربي. صوتوا لي مين بقول مغربي يرفع ايده. مغربي مغربي تصويت. حتى ننزل ستوري نحن وياكم. حاليا معنا فريق رؤيا يلي نازلين نحن وياه على قهوه المغربي. احلى شباب بالعالم، احلى شباب. تحيه تحيه لكم، تحيه لكم. يا حول يا حول يا حول. بدنا نجرب نسبقه. شباب اركضوا اركضوا اركضوا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خلص الموسم مش خلصوا الحلقات. عمرو دياب يحو هون. غني حبيبي يا نور العين بتوصل وبتلاقي كبارنا بيتحدوا. طلب مني أوصل على مطرح بيلعبوا المنجلة. أهلا وسهلا. هون بيصير اللعب؟ نعم هون بصير اللعب. أنا من الأول حلقة عم بسكت لك. صحيح؟ أنا اللي عم بسكت لك. ليك وقفك أنت أطول مبين. هلا ميت مات بين اثنين. ميت مات بين اثنين. إله 14 عين. طبعا أنا معي بحصة زيادة. أنت الربحان. إيه على بحصة. بقي هالمكان إلى وقت ليس ببعيد يمثل عبقرية المكان الذي كان يتصدر مجالس الكبار والساسة وملتقى الرواد الأوائل من أبناء المدينة. ما تسبقني تسبقني ما تسبقني. إنه شو يعني سبقتني بمتر؟ هيدا هو الإنجاز. خلي الحكم يشوف الإنجاز بمتر وبنص متر كمان. شو هالإنجاز العظيم يعني؟ حكم يا نعيم الإنجازات عليك أنا بالبرنامج. حكم ممكن أنا أطلب شو وسام يعمل لي؟ صراحة شباب أنا مشغول ومش فضيلكم. إلي تصرف. حكم عمول معروف بدي وسام يعمل. شو تصرف يعني بيعمل بده إيه؟ حبيبي بدي وسام يعمل لي ركوة قهوة كبيرة لإلي وللفريق كله، لأنه كلنا بدنا نشرب قهوة من إيدين وسام. يعطيكم العافية شباب. أطيب قهوة من وسام. يلا حبيبي يلا روح. وين صارت هالقهوة يا وسام؟ وسام؟ ليه وسام؟ ليه وسام يعني؟ حر أنا، شو بدك فيك؟ كيف بدي أعيط لك؟ إيه ولو؟ إيه لك هالشغلة ليه؟ أنا بعيط لك بوليت؟ وين المدير؟ مين مدير المحل؟ المدير مسلم لي القهوة. أطيب قهوة لأطيب فريق تصوير. مش يعني انتم الناس بتجهلكم. أطيب قهوة لأحلى ناس ما بتعرف انه لو ما من وراكم نحن ما بنطلع على الكاميرا. جد يعطيهم ألف عافية. بدك تصب للشباب. أول شيء الشباب. كمان معروف. حبيبي. بس خلص. بس خلص. تفضلوا شباب تفضلوا تفضلوا تفضل تفضل. بيت على حيطان وتاريخ وعادات وتقاليد. بيت على حيطان وتاريخ.
عادات وتقاليد لحظة ما كل مرة بتعملها فيه شو هي؟ بدك تهرب قبلي بيضع حيطان وتاريخ وعادات وتقاليد ما دقت القهوة هلا بدوقها اوه شو هالحلو هيدا شو هالمدفع الحلو يا شباب اقدم مدفع من نوعه بالعالم بيت مكتوب على حيطانه تاريخ وعادات وتقاليد وين بيصير البيت بيت ابو جابر صرتوا ثلاثه قايلين لبيت ابو جابر بدك تمشي حوالي 100 متر 100 متر 100 متر على اليسار عمارة كبيرة 100 متر طلوع على اليسار 50 متر على ايد اليسار 70 متر 70 او 50 جنب مخبز الجدعة ايه انتوا عارفوا هذا لوكيشن بيت حيطان وتاريخ وعادات وتقاليد عارفين انت عارفي ما تعرفي ما تعرفي هلا زوجك يو ار هازبند يس جود ان فود تعمل اكل طيب جود جود فود يو دونت نو يس واي يو دونت مش عايش معك ايفري داي كيزن ايفري داي كيزن اكزاكتلي بيرفكتلي يعطيكم العافيه بيت ابو جابر من وين من هون ايه وصلنا وصلنا حكام في شغلة أنا نسيها بس مفترض حضرتك ما تنساها أنا معي جوكر أيوة هيدي الحلقة أنا بعد ما استعملت الجوكر بحق لي استعمله أيمتى ما أنا بدي وهلأ بهيدي اللحظة بدي استعمل أنا الجوكر شو المطلوب؟ شو المطلوب؟ المطلوب لأن أنا معي الجوكر يعني أعوذ بالله من كلمة أنا بكل بساطة وتواضع بدي وقف إلي وين ما بيكون بهيدي اللحظة مدة 3 دقايق هيك يوقف بأرضه صار أبشر إلي إيه حكم إلي أمور بدي أحكي لك خبر مش حلو خير حكم شو بكون بهالحلقة كله أخبار بش على إلي شو فيه شو صاير بدي أحكي لك إنه وسام قرر بهاي اللحظة يستخدم الجوكر تاع الحلقة الماضية يا الله وصلت حكم يحو هون شو اسمه أبو جابر هون بس وسام طلب الجوكر هلأ واللي مطلوب منك إنك توقف هلأ 3 دقايق بمكانك نعم وصلت حكم أنا هون رح أربح أنا هلأ رح أربح الحلقة هلأ هلأ بدي فوت الجوكر هيك بده يا خي جوكر حلقة الجاي فيه استعمله هلأ لا بدلك بقى بيت حيطان وتاريخ وعادات وتقاليد هون بالصلت وين أولاد؟ أبو جابر متحف ابو جابر آه. وين متحف ابو جابر ايوه هون جبالك لفوق شوي لفوق شوي شو بدي اتحمل صار لي كل الحلقه بتحمل يا حبيبة قلبي صار لي كل الحلقه عم بتحمل مش قادر بقى اتحمل اختنقت وصلنا يا شباب وصلنا ايه لك وصل لك وصل لا يا الي لا وصلت لا. صار لي 3 دقايق هون إيه انا الجوكر وقفتك بارضك وين ما تكون اتس انفير It's unfair. يعني قصده هو انه الطقس كتير حلو تفضل ايه الطقس كتير قومنا ما لزقت قد ما بثلاث دقايق قاعد لا يا إلي ربح وخسارة الحياة يا حبيبي مرة انت مرة انا مرتين انت مرة ليك تعرف شو شباب بليز خلوكم هون ما تزيحوا معنا اطلعوا من الكادر ليه اطلعوا من الكادر خلينا نطلع لفوق يلا 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 خلوكم ما تخلوكم يا إلي رؤيا يا حبيبي عشو زعلان إنه أنا ربحت خلص بقى خلص بقى خي أنا ربحت هالحلقة خلص أنا انتصرت بهيدي الحلقة أنا الفايز بهيدي الحلقة أنا الإنسان اللي فاز أنا وصلت قبلك لو الجوكر تبعك طيب فإذا الجوكر هو من الجيم والجيم خلص انتصار انتصار أهلا وسهلا هلا نحن حاليا موجودين ببيت ابو جابر اللي هو اقدم مبنى بمدينه السلط حاليا تم بناؤه سنه 1892 لسنه 1906 استغرق بناؤه 14 سنه لانه تم بناؤه على 3 مراحل هلا نحن موجودين بالجناح الملكي اللي هو الجناح اللي نزل فيه الملك عبد الله المؤسس لما اجى على السلط لما كانت السلط العاصمه السياسيه للاردن سنه 1921 كانت انذاك ما زالت اماره شرق الاردن في عندنا بدايه اللي هي هون عندنا صور للعائله المالكه العائله العائله المالكه اول شيء عندنا الشريف
الخليفة حسين بن علي مطلق الثورة العربية الكبرى سنة 1916، بعدين الملك عبد الله المؤسس الأول اللي هو أسس إمارة شرق الأردن سنة 1921، بعد هيك إجا الملك طلال هو اللي حط الدستور الأردني سنة 1952. والدستور لازال يطبق؟ لازال الآن يطبق، نعم صحيح. بعدها بيجي عندنا الملك حسين اللي الفترة الذهبية للأردن، طبعا رحمة الله عليه توفى بال 99، وحاليا عندنا قد كان عمره بس استلم؟ 17 سنة. 17 سنة؟ نعم. صحيح 17 سنة، لما بلغ صار عمره 18 سنة استلم الحكم كاملة بإرادته هو يعني. هلا حاليا الملك عبد الله اللي هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية اللي هو الملك عبد الله الثاني. طبعا أهالي السلط معروفين بالكرم وبالضيافة، فكانوا كتير مبسوطين بجاية الملك. فهاي بعض الصور للبيت من أمام البيت قبل الترميم. حاليا المبنى هو عبارة عن مديرية السياحة اللي هو مبنى حكومي تابع لمديرية السياحة في مدينة السلط. شو وسام؟ خلصت الحلقة؟ خلصت الحلقة. تحدي ولا أروع من تحدي هيك؟ تحدي ولا أروع من هيك؟ هيدا شخصيتي خيي. ما تبغزونا. خلصت الحلقة مشاهدينا الكرام، إن بس قومي ربح. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. أكيد الدنيا كلها وصايت مشان هيك، لأنه كتير آخر فترة عم بربح على وسام. وسام هيدا الحلقة خليته يربحنا، خليته لأنه أنا وصلت لهون تأربحه. مستعمل الجوكر قد منه خويف وجبان. الانتصار يا جماعة دايما بيعطي السعادة والفرح. يلا يلا جاية. سوري كمان بيشتغل من بعد التلفزيون، حرام اكثر من شغله ليعيش. عم بيضمر لي. فبنربح. انا بتمنى انه تقول لي شكرا. كاني بلشت اسمع صوت الحكم. الحكم كانه عم بيحكي الحكم. كل شيء وانا بس ما انبسط اني انا ربحت الحلقه. لا بس انا عم بحكي جد، عم بسمع صوت الحكم. طيب بس بدنا حكم عند المشاهدين قبل. لا بدي اسمع صوت الحكم. بدي بيض طناجر معه لحلقه الجاي. حن علي شوي. ايه حكم عم نسمعك. هلا بالشباب، يعطيكم العافيه. اهلا اهلا. الله يفيك خليك. قول قول. إلي. نعم كله إلي. إلي بهالحلقة. شو بنا؟ ايه حكم؟ بالحلقة الجاي، بما انك ما بتحب تصحى بكير، مطلوب منك الساعة 7 الصبح تعمل ستوري باللوبي تبع الاوتيل، وبدنا نتأكد انك انت كنت صاحي من خلال استخدام تليفون واحد من الناس. اف اف اف. معروف عن خينا إلي انه ما بيصحى بكير بسهولة، فهيدا أكتر عقاب لإله إنه يفيق الساعة 7 الصبح. ابعد عن عمول معروف. وقفهم زيح فشخة يا عيني عليك. ما تقرب علي. بس بدي أذكر وسام والمشاهدين إنه أنا معي جوكر لحلقة الجاي، رح استعمله بشكل كتير مزعج لوسام لحتى فرجيه قيمة نفسه. مشان هيك لازم نودع المشاهدين ونقول لهم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقه اليوم، وان شاء الله تكونوا حبيتوني اكثر. قصدي ان شاء الله تكونوا حبيتونا انا ووسام بحلقه اليوم. اليوم نحن بدورنا بنتشكركم. بنشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من بنشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من مين بيسبق. من روح لمكان شينا نستكشف من لبنان، نفتح الالغاز ونشوف مين فاز. دخلك شو بتعرف يا استاذ؟ نتعرف على العادات، نتعرف على التقاليد، نتعرف على التاريخ، منكم نستفيد. دبر لي حالك ما فيك تفل،